وينضم إلينا كما قلنا في بداية الحلقة الزميل عصام من مدينة شيشاوا للحديث عن المشاكل الخاصة بساكنة هذه المنطقة ومنها غياب الاستثمارات ما يساهم في ارتفاع نسب البطالة خاصة لدى الشباب. عصام مرحبا بك ولك الكلمة تفضل. مرحبا بك نوفل، مرحبا بالمشاهدين الكرام والضيوف الأفاضل. كنت واجد اليوم بإقليم شيشاوا، نحاول على أننا نقوم بواحد الجولة في هذا الإقليم هذا ونتعرفوا على ناس ونتعرفوا على الأحوال ديالهم، وكذلك نسولوا بعض الشباب ديال هذا الإقليم على الأحوال ديالهم، واش كاين شي خدمة واش ما كايناش، واش كاين شي استثمارات أو لا. كل هذا الشيء اليوم غنشوفوه في جولتنا في إقليم شيشاوا. بقوا معنا في جولة اليوم. السلام عليكم. كشابة من إقليم شيشاوا، إذا سولتك على الحال ديال الناس ديال شيشاوا خصوصا في الجانب الصحي شنو تقدر تقولي لنا عليه؟ أولا مرحبا بك عصام، مرحبا ببرنامج أخبار الناس في إقليم شيشاوا. بالنسبة للجانب الصحي في إقليم شيشاوا مهمش جدا، وعندنا عندنا مستشفى واحد كيف ما كتشوفوا، مستشفى ديال محمد السادس شيشاوا، فيه مونك ديال الموارد البشرية. حنا اللي كنطلبوا من وزارة الصحة ولا من اللي كنطلبوا في شيشاوا وبغيناه هو مراكز صحية بال يعني بالمواصفات اللي كتهضر عليها وزارة الصحة في شيشاوا. احد الشباب ديال جامعه شيشاوا جينا عندكم لهذا الحي هذا، بغينا نتعرفوا على هذا الحي وكذلك نشوفوا او تقول لنا على السبب ديال هذه الرائحه اللي شمينا مباشره من بعد ما دخلنا للحي. وعليكم السلام ورحمه الله. حنا دابا كنتواجدوا بالحي الحسني بمدينه شيشاوا اللي كيتواجد في مدخل المدينه عبر طريق مراكش. السبب ديال هذه الرائحه وهو محطه معالجه مياه الصرف الصحي اللي كتواجد بالقرب من الحي، من هذا الحي. هذه المحطة هي محطة في الهواء الطلق، كتنبعث منها مجموعة من الروائح الكريهة اللي كتأثر سلبا على البيئة وعلى صحة الإنسان. بالنسبة للشباب ديال شيشاوا يعني هناك مشاكل، يعني مشكل البطالة اللي كيفرض ذاته من داخل الإقليم، خاصة أن إقليم شيشاوا كتعتبر من بعض يعني الأقاليم الفقيرة في المغرب. بالنسبة للشباب ديال شيشاوا يعني جل المهام وجل المهن التي يعني يشتغلون فيها كتبقى يعني منحصرة ما بين ما هو فلاحي وما هو يعني مثلا حرفي. أما بالنسبة للاستثمارات في مدينة شيشاوا كيبقى يعني جد 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 لم نقل منعدم. لالا، أنت من إحدى الفعاليات الجمعوية هنا بإقليم شيشاوا، تكلمي لنا شوية على حال المرأة هنا بهذا الإقليم. كنشكرك على هذه البادرة الطيبة للميديا ان تي في، وهذا شرف لنا اكيد التواجد ديالكم معنا في المنطقة باش نحطوا يعني بعض الاسس للمرأة المنطقة شيشاوا. يعني المرأة المغربية او المرأة ديال شيشاوا يعني خاصها دعم خاص من جهات المسؤولة باليد العاملة باشغال كمرأة مغربية بحل تعاونيات بحال مشاريع مديرة للدخل، بحالها كمشاريع مديرة للدخل المرأة المغربية باش تكون هي مرأة يعني اللي تعرف باستقرار المرأة في حياتها الشخصية. السلام عليكم سيدي، جيناكم ضياف هنا بمدينة جامعة شيشاوا، كي دايره الحالة ديال القطاع عندكم هنا في هاد الجامعة؟ القطاع اخويا غير شوية، دابا البلاد راه صغيرة، راك عرفتي البلاد كي دايره راه بحال قرية وصافي، والوقت راه انت تشوف فيها كي دايره المحطه راه غير شويه وصافي. حركه لا اله الا محمد رسول الله، وتتبعوك المصاريف الطاكسي عرفتي كي داير القطاع ديالها، ها الكرا وها المشاكل وها السياره وها المازوط وها الجورني ديال مول الطوموبيل، كاين مشاكل بزاف. انتوما كالناس ديال القطاع اذا بغيتوا مثلا كملف مطلبي ديالكم شنو فاش كتحدوا؟ احنا تنبغوا هاد الناس يديروا لنا شي وسيله باش يديروا لنا شي حاجه باش نعودوا نتخلصوا عليها. ما راه دابا الشيفور مسكين تيضرب تتعيا وفي الاخر تيولي تبيع الديطاي. سيدي محمد، انت رئيس مجموعه ذات النفع الاقتصادي هنا باقليم شيشاوا، تكلمنا على التاثير ديال هذه المجموعه هذه على خلق فرص الشغل وكذلك على العائدات اللي كتعود على التعاونيه. مجموعه ذات النفع الاقتصادي بين زيتون شيشاوا، هذه المجموعه
اللي كتوفر على وحدة صناعية عصرية زيت الزيتون، طاقة استيعابية اللي كتوصل حتى 60 طن ديال الزيتون في اليوم، اللي كتحترم فيها معايير الجودة والسلامة الصحية. هذه المجموعة اللي كتضم 9 ديال التعاونيات اللي منخرطة فيها 360 فلاح وفلاحة عبر أحواض مختلفة في إقليم الشيشاوة. هذه المجموعة التكلفة ديالها اللي كتوصل حتى 15 مليون ديال الدرهم، اللي ساهمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الإمسية ب50% والمخطط المغرب الأخضر ب30%، وكذلك الفلاحة اللي ساهموا دورهم ب20% عن طريق التمويل البنكي. نوفل، كيف سمعنا جميع وجعل لسان الساكنة والشباب ديال هذا الإقليم على أن كان هناك ضعف على مستوى فرص الشغل وكذلك الاستثمارات اللي كتخلق فرص الشغل، وجينا لهذه المجموعة ذات النفع الاقتصادي اللي هي نموذج يحتذى به هنا في الإقليم، واللي استطاع يستفد منها مجموعة من التعاونيات وكذلك المستفيدين من هذه التعاونيات اللي تجاوزوا 360 مستفيد، وهذا دليل على أن ملي كتكون هناك حركة كتكون هناك بركة. كذلك تواصلنا مع المسؤولين المحليين هنا بالإقليم، مؤكدوا على أنهم أبواب ديالهم مفتوحة في وجه الشباب من أجل دراسة كل الملفات المتعلقة بالمشاريع المدرة للدخل، وخاص شوية ديال الحركة نوفل. كان معكم عصام العباري من إقليم شيشاوة.